مساء الخير، أهلا بيكم. إن شاء الله يكون الدرس اللي فات اتذاكر والدنيا ماشية كويس. أنا هعمل شير للسكرين حالا وهنكمل النهاردة الجرين هاوس. هنعمل حاجة اسمها مينرال ريكويرمنتس. كده عايز الأول أفتكر معاكم شوية حاجات. طبعا يا محمد، النهارده احنا هنعمل بس بيبر، بس النهارده فضلنا هنقسم الكلاس لجزئين. الجزء الاولاني هنكمل فيه الجرين هاوس والمينرال ريكويرمنتس، هنكمل حل، هناخد بعدها التيث والبالانس دايت. ايه بتقول ما كانتش موجوده؟ حاضر يا ايه، هنشوف. عموما زي ما قلت لكم، الناس اللي كان فايتها حاجات هنزود لهم سبيشال كلاسز كده. احنا في الفتره اللي جايه نقدر نزود بعض الكلاسز للناس اللي كان فايتها بعض الدروس. عموما يا ايه، احنا كل اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، رجعنا كل الجزء بتاع الفوتوسينثيز، وبعد ما رجعنا جزء الفوتوسينثيز اخذنا معاه بعد الاكسبيرت خدنا ليف structure، بس كملنا كل حاجه تخص الفوتوسينثيز. انا عايز افتكر كده سؤالين ثلاثه. هديل، تفتكري يا هديل فاسكولار باندل ان بلانت ليف كان فيها حاجتين؟ يا هديل، ايه الحاجتين اللي كانوا في الفاسكولار باندل اوف ا ليف؟ زايلم، محمد وليد قال زايلم وفلويم، وهديل لسه ما جاوبتش. طيب هديل، اقول اسال حاجه ثانيه. هديل، تفتكري how can we observe استوماتا under microscope؟ نعمل ايه عشان نشوف استوماتا under microscope؟ دكتور معلش، يعني هو يعني ايه observe استوماتا under microscope؟ نشوف استوماتا under microscope. How can we observe استوماتا under microscope؟ او سؤال هنحط nail polish، وهنا قالت هنحط clear nail varnish and peel it off ونحطه تحت الميكروسكوب هنشوف الاستوماتا. يا جماعه عايزين نذاكر، الله يخليكم نذاكر ونشد حيلنا. اوكي، برضو ايمان قالت هنحط ترانسبيرنت نيل بوليش اند ريموف ات ونشوفه تحت الميكروسكوب. فيري جود. طيب انا عايز افتكر. طيب هديل، عايزين نذاكر بقى هديل. طيب جن تفتكر وات ذا ادفانتج اوف ذا ستوماتا بينج اون ذا in the lower not in the upper epidermis. What is the advantage of stomata being in the lower not in the upper epidermis؟ عشان ما تتأثرش بالسانلايت او الهيت بتاع السانلايت. كويس، جان قال عشان not to be affected by sunlight. طبعا لو هي فوق مع الافكت اوف sunlight كان يحصل rapid rate of evaporation والبلانت يفقد ميه. But there is other advantage عن الاستوماتا تبقى في اللور مش في الابر ايبيديرمس. اوس قال كمان does not to block it. تمام يا اوس. قالوا كمان ان لو الاستوماتا من فوق كان حصل accumulation of dust وده كان هيسد الاستوماتا، كان هيسد الاستوماتا. يا عايزين انسر سريعه كده، ورونا بقى المذاكره الجامده. محمد وليد فكرني كده يا محمد، لو انا عايز ليه وانا بعمل اكسبيرمنت تو بروف ذات اوكسجين ايفولفز ديورينج فوتوسينثيسيس، واي دو وي اد صوديوم هيدروجين كربونيت؟ واي دو وي اد صوديوم هيدروجين كربونيت؟ محمد وليد فكرني. حاضر مي، انا قريت الرساله بتاعتك.
يا شباب ازاي بقى ازاي ليه بنحط صوديوم هيدروجين كربونات؟ جاتني اجابات مش كويسه. As a source of carbon dioxide. As a source of carbon dioxide. واوس كان قايل على إجابة صح، جان كان قايل إجابة صح. الله يخليكم يا جماعة، المذاكرة بدقة مهمة قوي. كربون دايوكسيد، أنا عشان البلانت يعمل فوتوسينثيز اضطريت إن أنا أحط كربون دايوكسيد. أجيب الكربون دايوكسيد إزاي؟ حطيت صوديوم هيدروجين كربونيت. صوديوم هيدروجين كربونيت انستيبل، ولأنه انستيبل بيتكسر ويطلع كربون دايوكسيد. محمد عادل، تفتكر What is variegated leaf? What is variegated leaf? What is variegated leaf? محمد variegated leaf يا جماعة، leaf عندها جزء فيه كلوروفيل وجزء من غير كلوروفيل. عندها كلوروفيل في اجزاء واجزاء ما فيهاش كلوروفيل. بص الصوره دي صوره فاريجيتد ليف، وانا شايف كده ان المذاكره بتاعتنا مش قد كده يا جماعه. الله يخليكم، نزود المذاكره بتاعتنا، نبذل جهد في المذاكره بتاعتنا. ريممبر ذيس از ا فاريجيتد ليف. فاريجيتد ليف فيها اجزاء جرين واجزاء نون جرين. فاريجيتد ليف فيها اجزاء جرين واجزاء نون جرين. اشكرك يا اوس والناس اللي جاوبت. وهاتكم يا جماعه محتاجين نشد حيلنا في المذاكره شويه، محتاجين نشد حيلنا في المذاكره شويه. طيب انا اي اوس، اذا قلت فيرجيت يعني ديفرنت هاز مالتيبل كولرز عادي ولا يس يس مالتيبل كولرز اوف كورس اوف كورس فيرجيتد ليف مالتيبل كولرز. طيب انا عايز النهارده نتكلم على حاجتين بس، ليا رجاء المذاكره بتاعتنا تكون شديدة أو مركزة قوي. هنا في جيم، هنا مي بتقول still I have problem in solving paper 4 and 6 so can we make part from the session how to solve them. طبعا النهاردة احنا واحنا every Friday يا مي هنحل، النهاردة هنحل في بيبر 4، هنحل في بيبر 6 مع بعض دلوقتي بسرعه قوي هنحلهم. انا هاخد زي ما قلت لك يا مي، هنعمل دلوقتي جرين هاوس، وبعد الجرين هاوس هنعمل مينرالز او مينرال ريكويرمنت اللي هي المينرالز اللي بيحتاجها البلانت، وبعدها هنحل. بعدها كده عشان ما تعبوش زي المره اللي فاتت هناخد 10 مينتس بريك، بعدها هنعمل بالانس الدايت وهنعمل استراكشر اوف توث عشان الاسبوع الجاي هيبقى البلان بتاعنا للدايجستيف سيستم ان شاء الله. طيب ابتدي معاكم كده في الجرين هاوس. جرين هاوس بس المذاكره يا جماعه، انا شايف المذاكره مش قد كده الحقيقه، محتاجين نعمل جهد زياده. جرين هاوس، لو انت بتركن عربيتك في الشمس وتيجي بعد كده تدخل جوه العربيه تلاقي درجه الحراره بقت عاليه، ايه اللي حصل؟ الجلاس او الترانسبيرنت بلاستيك بيدخل الهيت انرجي يمنع رجوعها مره ثانيه، so heat will be trapped inside this building. تاني، ركنت عربيتك جوه الشمس، بعد ما ركنت عربيتك في sun rays جيت تدخلها لقيت درجه الحراره جوه العربيه اكتر بكتير من بره. اكتشفنا انه الجلاس يدخل الهيت انرجي يمنع رجوعها، so heat will be trapped inside. ولما الهيت تبقى trapped inside درجه الحراره جوه بتبقى اعلى من درجه الحراره بره. بالفكره دي بنعمل الحاجه اللي بنسميها جرين هاوس، الا نتكلم عليها دلوقتي. جرين هاوس الفكره بتاعتها ايه؟ جرين هاوس بيلدينج ميد اوف جلاس او ترانسبيرنت بلاستيك. تاني، جرين هاوس عباره عن اهو بيلدينج ميد اوف جلاس او ترانسبيرنت بلاستيك. ايه اللي يحصل؟ اول ما يكون في سان رايز، سان رايز هتبتدي تدخل من بره
to the inside of the greenhouse. الهيت دخلت مش قادرة تخرج. الهيت trapped inside. The temperature inside the greenhouse becomes higher than the surrounding medium. للناس اللي خدوا physics بقى وطبعا في البيولوجي مش ضروري قوي to mention this idea. الwavelengths بتاعت الريز اللي جاية بتبقى short wavelength قوية so can penetrate the glass. خبطت في السويل رجعت مرة تانية long wavelengths ضعيفة unable to escape. ابتدى كتير يبقى trapped inside. The temperature inside this greenhouse becomes higher than the surrounding air. طب وانا هستفيد ايه في الحالة دي؟ هستفيد ايه؟ انا هقدر ازرع الكروبس اوف سمر. كروبس اوف سمر اقدر ازرعها in winter. كروبس اوف سمر اقدر ازرعها in winter. صحيح الجو بره الجو بره برد لكن جوه الجو حر كده قدرت برغم ان الجو بره وينتر قدرت ازرع جوه كروبس اوف سمر. قدرت كمان اعمل ايه؟ ازرع كروبس اوف هوت ريجون اقدر ازرعها ان كولد ريجون. بعض الحاجات اللي بتتزرع في السودان ممكن اقدر ازرعها في مصر. ليه؟ لانه لما عملت الجرين هاوس صحيح الجو لما عملت الجرين هاوس صحيح الجو بره في مصر سائع لكن الجو جوه حر زي السودان مثلا. قدرت ازرع كروبس اوف سمر ان وينتر كروبس اوف هوت ريجون اند كولد ريجون. مش هنسى مره ثانيه جرين هاوس او بيسموها بالعربي صوبه. جرين هاوس از ا بيلدينج ميد اوف جلاس او ترانسبيرنت بلاستيك. البيلدينج اللي معمول من جلاس وترانسبيرنت بلاستيك جوه هيت ويل بي ترابد. التمبرشر جوه بتبقى اعلى من بره. I can cultivate crops of summer in winter and cultivate crops of hot region and cold region. This is the idea of the greenhouse. A greenhouse is بتبقى مش صغيرة. ده في حاجات بتبقى بتاعة جناين بسيطة بالشكل ده. لكن في حاجات تانية بتبقى ضخمة جدا لدرجة انه عربيات تدخلها علشان تجمع الكروبس او المحاصيل. لكن لما بنكون بنزرع بلانت مهم زي نبات من نباتات الظل مثلا عايز ازرع نبات مهم عايز ازرع نبات زي شركات ادوية بتعمل بلانتس علشان تستعملها في صناعة الادوية في الحالة دي اقدر اصرف على البلانت واوفر له احسن كونديشنز اوفر له احسن كونديشنز ليه علشان اطلع احسن جروث للبلانت. طب اوفر احسن كونديشنز للبلانت ده ازاي؟ اوفر له احسن تمبريتشر اوفر له احسن تمبريتشر. مرات ممكن تكون درجه الحراره عاليه so inside the greenhouse it becomes higher than the optimum. In this case we open this window or it is known as ventilator. اشيل الويندو ده او الفنتليتور ده افتحه اتخلص من الهيت الزياده. طب لو ايام التمبريتشر از lower than the optimum. الجو غيم الجو برد اقدر اشغل هيتر بالشكل ده. طيب ارجع مره تانية انا بزرع بلانت والبلانت ده عايز يطلع البلانت ده احسن حاجة. عشان يطلع احسن حاجة عشان يعمل احسن جروث لازم اوفر له الجود كونديشنز starting with having optimum temperature. ازاي اوفر للبلانت ده optimum temperature. هوفر له optimum temperature in this way. لو كان الجو برد قوي ودرجة الحرارة قليلة لو كان الجو برد قوي درجة الحرارة اقل من الoptimum هنشغل الهيتر. طب لو درجة الحرارة more than the required هشغل ventilator. الventilator مش بس خلصني من الهيت الزيادة عمل كمان exchange of gas. طب اتكلمنا كده على ازاي to adjust temperature عشان البلانت اوفر له احسن conditions. تاني اتفقنا ان البيلدينج اللي made of glass او transparent plastic ده سميناه جرين هاوس وسموه جرين هاوس لان لما بنزرعه البلانت بالكلر بتاعه وده glass يبان باللون الاخضر
عشان كده اطلقوا عليه جرين هاوس. sometimes بنقول عليه كمان جلاس هاوس. افتكرنا الفكره، الجلاس بيدخل هيت انرجي يمنع رجوعها، درجه الحراره جوه الجرين هاوس هتبقى هاير ذان اوتسايد. وافتكروا كده هقدر ازرع الكروبس اوف سمر ان وينتر، كروبس اوف هوت ريجون اند كولد ريجون. طيب تعال نشوف ازاي اوفر للبلانت احسن كونديشنز. لو لقيت ان درجه الحراره هاير ذان اوبتيمم، يعني التمبرشر جوه اعلى من بره، هنفتح فنتليتور. لو لقيت التمبرشر جوه بقت اقل من الاوبتيمم اشغل هيتر. كمان عايز اوفر للبلانت ده احسن لايت انتنسيتي. ازاي اقدر اوفر للبلانت ده احسن لايت انتنسيتي؟ ممكن ايام يكون اللايت جامد قوي وانا بزرع بلانت مش هيستحمل الهاي لايت انتنسيتي. سو وي كان يوز بلايند، وي كان يوز بلايند. البلايند ده ستاره هتبتدي تقلل اللايت اللي داخل جوه الجرين هاوس. طب زي ما في ايام ممكن يكون اللايت اعلى من اللازم، ممكن ايام اللايت يكون اقل من اللازم. لو اللايت اقل من اللازم هشغل لامب وعليها ريفليكتور. اشغل لامب تدي لايت انتنسيتي، ازود اللايت انتنسيتي، حاطط عليها ريفليكتور. طب ليه حاطط على اللامب دي ريفليكتور؟ لو تخيلت معايا كده، دي عباره عن الكتريك لامب. اوكي، الكتريك لامب دي هتطلع لي لايت ان اول دايركشنز، هتطلع لي لايت في الاتجاه ده وده 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 ان اول دايركشنز، طلعت لايت في كل الاتجاهات. طب البلانت هيستفيد بايه؟ البلانت هيستفيد بشويه اللايت دول، بينما كل الباقي ده طلع لبره والبلانت مش هيستفيد بيه. طب اعمل ايه؟ حطيت الريفليكتور. ليه حطيت ريفليكتور؟ اعمل دايركتنج لكل اللايت ريز على البلانت. So the function of the reflector to direct light rays directly على البلانتس. طب وليه كده؟ To reduce loss of energy. Reduce loss of energy. كده خلصنا من نقطتين. زبطت البلانت احسن تمبرتشر. قلت لو كانت التمبرتشر اعلى من اللازم فتحنا فنتليتور، اتخلصنا من الهيت الزيادة. لو كانت اقل من اللازم شغلنا هيتر. جينا نظبط اللايت انتنسيتي، قلنا لو كان اللايت ازيد من الريكوايرد مور ذان ذا اوبتيمم شغلنا البلايند ستاره قللت اللايت. لو كان اللايت ازيد اقل من اللازم حطينا لامب وعليها ريفليكتور. قلنا طيب وايه قيمه الريفليكتور؟ قلنا تو دايركت لايت ريز دايركتلي على البلانت ان اوردر تو ريديوس لوس اوف انرجي. كمان بنحط حاجه اسمها هيوميديفاير، معلش السبيلنج هنا مش مظبوط، اسمه هيوميديفاير. هيوميديفاير ده يعمل هيوميديتي. هيوميديفاير هيعمل هيوميديتي. يعني ايه كلمه هيوميديتي؟ هيوميديتي مينز اماونت اوف ووتر فيبر ان اير. لما نقول النهارده الرطوبه عاليه يعني الووتر فيبر في الاير عالي قوي. طب ليه بعمل هيوميديفاير؟ لو اتخيلت ان الجو جوه دراي مفيش اناف ووتر فيبر، ايه بقى اللي هيحصل؟ بقى كده البلانت اللي انا زرعه جوه هنا عنده هاير ووتر والاير عنده لور ووتر. نتيجه كده البلانت هيفقد ميه، الميه هتمشي من البلانت وير اتس كونسنتريشن از هاير تو ذا سراوندنج اير وير اتس كونسنتريشن از لور. يبقى تاني الخطر الهيوميديتي تبقى قليله. لو الهيوميديتي قليله، وفي مرة تانية humidity means amount of water vapor in air، لو الهيوميديتي في الاير ده low بقى البلانت higher humidity، الاير lower humidity. So water vapor can leave the plant to the surrounding air. Small young plants may wilt، ممكن تدبل لما تفقد مية كتيرة. اللي عملوا الهيوميديفاير، humidifier طلع water vapor، ولما طلع water vapor بقى الاير هنا مليان ووتر فيبر. بقى الاير هو اللي عنده هاير ووتر فيبر، البلانت هو اللي عنده لور ووتر فيبر، وبقى كده سهل ان الووتر تدخل جوه البلانت بدل ما الووتر ليفت
البلانت. They said the third humidifier. But plant to carry out photosynthesis, carbon dioxide gas is needed. Carbon dioxide gas is needed. طب ازاي ممكن ازود الكربون دايوكسيد جوه الجرين هاوس؟ ممكن بنستعمل سورس للكربون دايوكسيد زي الكربون دايوكسيد سيلندرز. ممكن اوصل ده بالمكان اللي عايش فيه انيمالز. سو وين انيمالز ريسباير هيطلعوا كربون دايوكسيد يدوه للبلانت، مقابل كده البلانت هيديهم بعض الاكسجين اللي عمله بالفوتو سينثيسيس، وكده يبقى حصل بينهم اكسشينجينج بينيفيتس. This is the idea of the greenhouse. Greenhouse أو مرات نسميه glass house. بصوا عليه يا جماعة لو عايزين تعيدوا أي حاجة في الجزء بتاع الgreenhouse. لو حد يا جماعة عايز يسأل على أي حاجة في الجزء بتاع الgreenhouse. حضرتك ممكن تعيد الموفبل بلايند؟ موفبل بلايند، موفبل بلايند ده ستارة لما يكون اللايت انتنستي عالي قوي. بعض البلانتس ما بتستحملش الهاي لايت انتنستي، عشان كده لازم تريديوس اللايت انتنستي. بنحط البلايند ده نقلل بيه اللايت انتنستي، لانه هاي لايت انتنستي مي هارم سيرتن تايبس من البلانتس. موفبل بلايند ببساطة قوي زي الستارة to reduce a light intensity. To reduce a light intensity. أي حاجة تانية يا جماعة عايزين تعيدوها؟ شكرا. طيب يا دكتور. أيوة. ممكن تشرح لي الأنبوب اللي أنت رسمته ده؟ الأنبوب اللي أنا رسمته ده كده يا أوس؟ أيوة. تمام. إحنا عايزين البلانت يعمل أحسن فوتوسينثيسيس، يبقى لازم البلانت يكون عنده enough carbon dioxide. أيوة. عشان نوفر له enough carbon dioxide ممكن we connect this greenhouse على place where animals live. When animals respire they produce carbon dioxide. Carbon dioxide can enter the greenhouse. When plant uses the carbon dioxide oxygen is produced can reach the place of the animals so they can respire. ممكن كمان نستخدم carbon dioxide cylinder. وفي الحالة دي other offer enough carbon dioxide للبلانتس. مي بتسأل، أشكرك يا أوس. مي بتسأل على humidifier. Humidifier يعني produce humidity. And the term humidity means amount of water vapor in air. This humidifier هيطلع water vapor في الاير. بقى فيه هنا high water vapor. لما الاير يكون فيه high water vapor والبلانت عنده lower water vapor. So vapor will move from air to the plant والبلانت كده اخد ووتر. لكن لو كان العكس انه الاير اللي بره دي في lower water vapor بقى البلانت هو اللي عنده higher water vapor. So water vapor from the plant will move to the outside. البلانت لما يفقد مية يحصل له wilting. So the humidifier زود الووتر vapor قلل الووتر loss from the plant. اوكي. نعيد التيوب. حاضر. بصي هنا البلانت ده عايز يعمل فوتوسينثيسيس، وانا عايز اوفر للبلانت ده احسن conditions. One of the conditions which are needed for photosynthesis is presence of carbon dioxide. طب ادخل جوه الجرين هاوس ده كربون دايوكسيد ازاي؟ ممكن كربون دايوكسيد سيلندرز، يعني اسطوانة كربون دايوكسيد، زي ما في اسطوانة اكسجين في اسطوانة كربون دايوكسيد. لكن كمان ممكن اوصل التيوب دي على the place where animals live. When animals respire they produce carbon dioxide. So carbon dioxide can enter the greenhouse and used by the plants. طب يا دكتور دلوقتي في الجرين هاوس بس في كمبر نبتة واحدة ولا اكتر من نباتات؟ لا تاني يا أوس تاني. الجرين هاوس يعني بس يكبر نبتة واحدة ولا لا ممكن تزرع فيه زي ما انت عايز؟ لا كتير قوي. بص يا أوس مثلا جوه الجرين هاوس زي ما انت شفت كده ممكن يكون عندي جرين هاوس ضخم قوي ازرع فيه many types of crops.
شايف كده؟ أيوه. بنزرع فيه محاصيل كتير قوي لدرجة ان محتاج عربيات عشان تنقل الكروبس من داخل الجرين هاوس. شايف كده الالكتريك لامب اللي هتطلع اللايت، بقدر نظبط فنتليتورز اند سو اون. هنا اقدر ازرع اوس، بس دايما اختار الكروبس اللي كلها بتحتاج نفس الكونديشنز. يعني مثلا انا عايز ادجست الكونديشنز جوه، مثلا عايز ادخل سي تمبريتشر، والتمبريتشر تكون عند درجه حراره معينه، يبقى في الحاله دي لازم يكون كل الكروبس لا تمبريتشر، تمبريتشر درجه حراره تمبريتشر. انا اقدر ازرع ميني كروبس، ديفرنت كروبس، بس لازم يكونوا كلهم محتاجين نفس الكونديشنز. ليه؟ عشان اضبط الكونديشنز جوه الجرين هاوس according to the type of the plant. اي حاجة يا جماعة تاني في الجرين هاوس؟ حد يا جماعة متلبط في حاجة في الجرين هاوس؟ طيب اتنقل لحاجة اسمها جرين هاوس افكت او جلوبال وورمينج، او بيقولوا عليها ظاهرة الاحتباس الحراري. تاني اتكلمنا على جرين هاوس اللي هو بيلدينج معمول من جلاس او ترانسبيرنت بلاستيك، لكن دلوقتي هنتكلم على جرين هاوس افكت او بقول عليه جلوبال وورمينج. جرين هاوس افكت او بقول عليه جلوبال وورمينج، او بنقول عليها ظاهرة الاحتباس الحراري. ومش عايز ألخبط ما بين جرين هاوس اللي هو بيلدينج ميد اوف جلاس او ترانسبيرنت بلاستيك، وجرين هاوس افكت اللي هو جلوبال وورمينج او ظاهره الاحتباس الحراري. عشان اقدر افهم الجلوبال وورمينج واللي عامل قلق في كل العالم والناس قلقانه قوي، وتسمع مؤتمرات ورؤساء دول يجتمعوا عشان ظاهره الاحتباس الحراري او اللي بنقول عليها جلوبال وورمينج. عشان نقدر نتخيلها مع بعض تعال نشوف الفيجر ده. لو افترضت ان ده سطح الارض، ده عبارة عن سطح الأرض، واللي هرسمه دلوقتي هو عبارة عن الاتموسفيريك اير، ده عبارة عن الاتموسفيريك اير اللي حوالين الأرض. يبقى كده ده كوكب الأرض بتاعنا اللي أنا عامله بالبلو، ده الاتموسفيريك اير. وانت عارف ان احنا بنبقى عايشين على كوكب الأرض، احنا وضعنا كده بنبقى ماشيين على كوكب الارض كده عشان تقدر تتخيل. كل ده عبارة عن الاير. اللي بيحصل انه بيجيلنا من ستارز كتيرة مش الشمس بس، بيجيلنا هيت انرجي وبيجيلنا لايت انرجي. لقينا ان التلوث بالكربون دايكسايد والميثين جاس، التلوث بالكربون دايكسايد والميثين جاس act like glass، بيشتغل زي الجلاس بالظبط. فاكر في الجرين هاوس قلنا الجلاس يدخل هيت انرجي يمنع رجوعها. برضو هنا لو الاير حصل فيه increasing concentration of carbon dioxide increasing concentration of methane gas chlorofluorocarbon اللي منها بنلاقي الفريون اللي بنستعمله في اجهزة التكييف وفي التلاجات، كل دول بيشتغلوا like glass. يعني ايه يشتغلوا like glass؟ يعني يسمحوا بدخول الهيت انرجي لكن يمنعوا رجوعها مرة تانية. الهيت will be trapped، الهيت هتبقى trapped inside atmospheric air. Temperature of atmospheric air gradually will increase. Actually احنا عايشين في ظاهرة الاحتباس الحراري لكن لسه ما دخلناش لمنطقة الخطر بتاع ارتفاع درجة الحرارة. لو تسألهم في البيت، كنا نروح المدارس مثلا في مصر في شهر 10، ممكن يكون في مطر، ممكن يكون في برد. النهاردة انت بتدخل شهر 11 وممكن احيانا شهر 12 ديسمبر وتكون لابس نص كم. ايه اللي حصل؟ درجة حرارة الارض عمالة تزيد. ليه؟ بسبب التلوث بالكربون دايكسايد بالميثين جاس. كربون دايكسيد اللي طالع من كل means of transportation، من كل عمليات البيرنينج. كربون دايكسيد عمال يزيد في الاير، ميثين جاس عمال يزيد في الاير، كلوروفلورو كاربونز اللي منها الفريون بتاع التكييف وبتاع التلاجات،
كل دول هيشتغلوا في الاير لايك ذا جلاس. ازاي؟ خلوا الهيت انرجي تدخل ريفلكتد باك، مش قادره تخرج، الهيت ترابد في الاير، الهواء ابتدى يسخن. طب وايه المشكله لما الهواء يسخن؟ ليه الناس قلقانه؟ تخيل لو التمبرتشر عند التو بولز، عند التو بولز، عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي، الايس كابس جبال التلج اللي فوق، لو درجة الحرارة بقت even one، كل التلج ده ملت، تحول لووتر، نزل في rivers, seas and oceans, so the level of rivers, seas and ocean will increase. بلاد كتيرة بينها وبين سطح البحر متر أو مترين، بتروح الشواطئ والمدن السياحية الشاطئية، تلاقي إنه ارتفاع بعيد عن بحر بمتر مترين ارتفاع. تخيل لو ابتدى المية بتاعت الايس كابس يحصلها ميلتينج، تنزل في الريفرز والسيز والاوشن، هتبتدي تعلى تغرق بلاد كتيرة من العالم. وعلى اساس كده كل العالم الان بسبب الجلوبال وورمينج او بنسميها جرين هاوس افكت. يبقى عايز افرق ما بين جرين هاوس اند جرين هاوس افكت. لو متلخبط في اي حاجة اسأل زي ما انت عايز. بص يا جماعة في النوت عندكم على الجرين هاوس وعلى الجرين هاوس افكت. طب يا دكتور دلوقتي العلماء يعني مصمموا ازاي يشيلوا الجرين هاوس، يشيلوا الجرين هاوس. الحقيقة يا أوس لغاية دلوقتي بنحاول انه نخلي الليفل لغاية كده، مش عايزين الليفل يعلى اكتر من كده. وعلى اساس كده ابتدى يعملوا ايه؟ بيدوروا على new sources of energy غير الفوسيل فيول، الفحم، البتروليوم، كل دول بيطلعوا كم كبير من الكربون دايوكسيد. زي ما انت شايف في الفيجر ده، المصانع، الميز of transportation، الكلوروفلوروكربونز، عمليات الاحتراق، الديفورستيشن، كل ده عمال يطلع كربون دايوكسيد في الاير. عشان كده احنا سنه مع سنه التمبرتشر اوف ذا اتموسفيريك اير از انكريزنج، وداخلين في مرحله الخطر. كل اللي بيحاولوا يدوروا عليه دلوقتي كلين سورسز اوف انرجي، كلين سورسز اوف انرجي، خايفين من نسب التلوث دي. طب سؤال، لو شالوا جرين هاوس جازز يعني على طول يبدا تبرد الايرث؟ الإرث مش هتبرد، لكن هيبتدي يحصل جرادولي لص من الهيت انرجي، ومش هيحصل الزياده السريعه في درجه الحراره، لكن هو مش هتبرد، مش بالسرعه اللي انت فاكرها، لا طبعا، حاجات هتاخد سنوات طويله جدا جدا. شادن بتقول كان يو ريبيت ذا افكت، قلت لي حاضر يا شادن. شادن بصي، ده اللي الاخضر ده كوكب الارض اللي احنا عايشين عليه، شايف الجرين ده في الصوره دي، ده كوكب الارض اللي احنا عايشين عليه. باللون الازرق الفاتح ده الاتموسفيريك اير، نتيجه التلوث بالكربون دايوكسيد، emission of carbon dioxide gas من factories، means of transportation, deforestation, burning of fossil fuel، كل ده بيزود لي الكربون دايوكسيد اللي موجود في الاير. كمان بعض الاشياء زي الكلوروفلوروكربونز اللي بتبقى في كل بخاخات الايروسول، اللي بتبقى في التكييفات، في التلاجات، كل ده بيعمل ايه؟ كل ده بيتجمع في الاير، والمشكله اللي بيعملها انه بيشتغل زي ما الكربون دايوكسيد اشتغل في الجرين هاوس. يعني ايه؟ يعني يسمح بدخول الهيت انرجي، يمنع رجوعها مره ثانيه. كده بقت الهيت ترابد انسايد، ولما الهيت تبقى ترابد انسايد، درجه حراره الارض هتقعد تعلى جرادولي، ولما تبتدي درجه حراره الارض تعلى جرادولي، ده يسبب ميلتنج للايس اللي موجود في الكابس، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. لو التلج ده ساح نزل في الريفرز والسيز والاوشنز، معدل سطح البحر هيبتدي يعلى، هيغرق بلاد كتيره من العالم. اوكي، ده اللي بنقول عليها global warming او greenhouse effect.
لو اي حد يا جماعه عايز يسال على اي حاجه، ايمان، ايمان يبدو ان ايمان سالت حاجه. Can we revise the effect؟ ايمان عايزه تراجع ايه تاني؟ ايمان بتقول ايمان can we reverse this effect؟ ايمان الحقيقه ما نقدرش to reverse this effect، لكن احنا نقدر نقلل الكربون دايوكسيد اللي طالع في الاير نظريا، لكن عمليا كل هنعمله ان احنا نقلل التطور في ارتفاع نسب الكربون دايوكسيد. هم لغايه دلوقتي بيحاولوا ان هم بقدر الامكان يقللوا الكربون دايوكسيد اللي في الاير، يقللوا الميثين جاز، يقللوا استعمال الكلوروفلوروكاربونز. They are trying لكن لسه ما وصلوش لاي نتائج ايمان. كل بيحاولوا ان هم يخلوا الحال على ما هو عليه ومش عارفين. حد يا جماعه كان عايز يسال اي حاجه قبل ما دكتور نتكلم في ايه؟ اتفضل. هما ليه ما يحطوش الحاجات اللي احنا قلنا ممكن تعمل ابزورب للكربون دايوكسيد؟ تاني هنحط حاجات ابزورب الكربون دايوكسيد زي الصوديوم هيدروكسيد، بوتاسيوم هيدروكسيد، صودا لايم. هنحطها فين؟ في الكم الرهيب ده حوالين الارض كلها؟ اكيد طبعا مش هينفع. اوكي يعني عايز تحط صوديوم هيدروكسيد، بوتاسيوم هيدروكسيد، يعمل ابزوربشن لكل الكربون دايوكسيد ده؟ لا. طيب امشي معاكم بس خطوه خطوه. يمنى بتقول ايه كلوروفلوروكاربونز؟ كلوروفلوروكاربونز دي مجموعه من الجاسز اللي منها الفريون جاس اللي بنستخدمه في الثلاجات واللي بنستخدمه في اجهزه التكييف، دي بنسميها كلوروفلوروكاربون، ودي اللي بيستخدموها في كل بخاخات الايروسول، بخاخات بتاعه المبيد الحشري زي مثلا الشكل ده بيوريني كده بعض الحاجات، بخاخات بتاعه المبيدات الحشريه. البخاخات دي كلها بيستخدم فيها حاجه اسمها ايروسول، وده واحد من الكلوروفلوروكاربونز. كمان كمان الفريون اللي هو بيستخدم في اجهزه التكييف وفي الثلاجات، دول خروجهم ولو ابتدوا يزيدوا برضو بيسمحوا بدخول هيت انرجي يمنعوا رجوعها مره تانية، وبيعملوا نفس تاثير الكربون دايوكسيد. هنا بتقول مش فاهمه الدايجرام ده، ده يا هنا ولا الدايجرام اللي فوق اللي كنت رسمه انا؟ يا دكتور دلوقتي العلماء يعني يخططوا انه يشيلوا كل الجرين هاوس ولا بعض الجرين هاوس؟ لا 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 ده هم عايزين ده هم كل الطموح بتاعهم ان هم نقف لغايه كده، ان احنا نبقى زي دلوقتي وخلاص، اللي حصل حصل، المهم ما يحصلش بوظان اكتر. كل اللي هم بيحاولوا يعملوه ان احنا نقف عند الليميت ده، ما يحصلش ديتيريوريشن اكتر من كده. هنا انت بعتها مش فاهمه الدياجرام، الدياجرام ده ولا الدياجرام ده؟ ويتش وان؟ المرسوم بالايد ده؟ ايوه ده يا هنا. حاضر، بصي هنا اللي بالاسود ده كوكب الارض، واللي بالازرق ده الاتموسفيرك اير، يعني كل الجزء ده ده كله ده اتموسفيرك اير، كل ده الهواء، وده كوكب الارض واحنا بنعيش على كوكب الارض. انا رسم لك شخص كده كما لو كان على كوكب الارض. ده منطقه القطب الشمالي، ده القطب الجنوبي، دول جبال من التلج هنا وجبال من التلج هنا. وفي نفس الوقت لقينا ان التلوث بالكربون دايوكسيد والميثين جاس لما يبقى في الاير ملى الاير، تيجي السولار انرجي الهيت انرجي اللي جايه من الصن واللي جايه من الاذر ستارز، هتيجي تروح داخله لان هي جايه قويه، كان بنتريت الاير ودخلت الويف لينثز اللي عندها هيت انرجي، خبطت في كوكب الارض، رجعه ضعيفه unable to escape، ابتدت الهيت انرجي تبقى trapped في الاير، الهواء ابتدى يسخن ودرجه حراره الارض ابتدت تزيد. لو وصلت في النورث بول
without pool ان هي تبقى even one. This causes ice caps to melt. ولو الايس كابس حصل لهم ميلتنج هينزلوا في الريفرز والسيز والاوشنز ومستوى سطح البحر هيبتدي يعلى وهيغرق بلاد كتيره من العالم. اوكي هنا لو عايزه تعيدي اي حاجه. لا تمام كده كويس شكرا. حد يا مام تلبط في اي حاجه قبل ما نبتدي في حاجه تانية وهي مينرال ريكويرمنتس. مينرال ريكويرمنتس اي حد عايز يعيد اي حاجه يا جماعه؟ هو احنا كده خلصنا الدرس ده؟ ده خلص. ده الجرين هاوس. الجرين هاوس خلص لكن لسه لازال استمراريه لدرس البلانت مينرال ريكويرمنتس. مينرال ريكويرمنتس اوكي. لو حد عايز يعيد فيه اي حاجه يا جماعه. هو احنا يا دكتور هنقف لحد فيه النهارده؟ انا هدخل في النهارده اللي بعده ولا النهارده هعمل مينرال ريكويرمنتس وهنحل وناخد حاجه اسمها بالانس دايت وناخد تيث لو لحقنا ان شاء الله. احنا هنخلص على الساعه 8 باذن الله اوكي. بس انا قلقت من عدم المذاكره يا جماعه. حاسس الناس مش مذاكره قوي اوكي. انا هعمل من الريكويرمنتس هنحل وبعد كده هناخد البالانس دايت. لو لحقنا ناخد التيث اوكي لو ما لحقناش على قد ما تقدر. طيب انا عايز افكركم كده بالنوت اللي عندكم. كان في عندكم النوت اهي اللي بتاعت الفوتوسينثيز والليف. اقول لكم كده احنا انجزنا فيها قد ايه. احنا يا جماعه عملنا كل الاكسبيرمنتس دي واتكلمنا على الهيدروجين كربونيت انديكيتور لو انتم فاكرين. اتكلمنا على الليف استراكشر الجزء ده والجرين هاوس اهو اوكي. وبعد كده وصلنا هنا النوت اللي عندكم لغايه المينرال ريكويرمنتس. ده الجزء الباقي اللي هنتكلم فيه دلوقتي مينرال ريكويرمنتس. لو حد يا جماعه عايز اسال على اي حاجه قبل ما نبتدي في كلامنا على نعم ماشي مش سامع. امتى هنبدا نحل الباس بيبر او نتعلم ازاي نعملهم؟ هنحل الباس بيبر بعد المينر ريكويرمنتس على طول يا جماعه فورا. اخلص من الريكويرمنتس واحل معاكم على طول اوكي. انا عارف ان انتوا قلقانين من الباس بيبر بس عايز اقول لكم على حاجه. دايما الواحد لما يكون بيبتدي حاجه جديده بتبقى بالنسبه له شكلها غريب. مع التعود الدنيا هتبقى سهله قوي. هنحل طبعا النهارده بعد المينرال ريكويرمنتس على طول. هناخد 5 دقائق بريك او 7 دقائق بريك وهنبتدي نحل بعدها على طول. تفتكروا كده البلانتس عن طريق الروت ابزورب ووتر اند مينرال ايونز. البلانتس عن طريق الروت ابزورب ووتر اند مينرال ايونز. يعني عن طريق الروت ابزورب صوديوم بوتاسيوم كالسيوم ماجنيسيوم اند اذرز. لكن انا عليا اعرف حاجتين بس. ايه الحاجتين اللي عليا اعرفهم؟ عليا اعرف اهميه النيتروجين ايونز وعليا اعرف اهميه المغنيسيوم ايونز. ليه البلانت بيحتاج نيتروجين ايون وليه البلانت بيحتاج مغنيسيوم ايون؟ البلانت بيحتاج نيتروجين ايون عشان يعمل اتس اون بروتين. البلانت بيحتاج نيتروجين ايون عشان يعمل اتس اون بروتين. ليه؟ البلانت بالفوتوسينثيز عمل كربوهيدرات كربون هيدروجين اكسجين بقى ناقص يحط عليه نيتروجين عشان يعمل بروتين. طب الاير مليان نيتروجين حوالي 80% من الاير عباره عن نيتروجين ومع ذلك البلانت ما بيقدرش ياخد النيتروجين از جاس. البلانت مش قادر ياخد النيتروجين از جاس. البلانت عايز ياخد مينرالز عن طريق الارض. عايز ياخد نيتروجين كومباوند يسحبها من السويل. عشان كده بقى في ضروره ان تحصل بروسيس اسمها نيتروجين فيكسيشن. نقصد ايه بنيتروجين فيكسيشن؟ كونفرتنج نيتروجين جاس تو نيتروجين كومباوند ساتش از نيتريت. ولما البلانت يلاقي نيتروجين كومباوند البلانت يقدر يعمل له ابزوربشن من
السويل ويقدر يعمل its own protein. تعال نتكلم على الفكرة دي مرة تانية. لو افترضت ان انا قدامي ده as a plant، وفاكرين برضو زي ما اتفقنا البلانت عبارة عن جزئين، جزء تحت الارض وجزء فوق الارض، وفاكرين كل اللي فوق الارض سميناه شوت واللي تحت الارض سميناه روت. البلانت لما بيعمل فوتوسينثيسيس، البلانت بالفوتوسينثيسيس بيعمل كربوهيدرات such as glucose and it is carbon, hydrogen and oxygen only. البلانت بيعمل كربوهيدرات، عشان يحولها لبروتين محتاج يزود عليها نيتروجين. الاير حوالي 80% من الاير عبارة عن نيتروجين، بس البلانت مش هيقدر يسحب النيتروجين ده as gas. لازم النيتروجين جاز ده يبقى نيتروجين كومباوند such as nitrate، والبلانت عن طريق الروت يقدر يسحب النيتريتس دي. بقى كده ضرورة انه يتحول النيتروجين جاز لنيتروجين كومباوند such as nitrate، والبروسيس دي بسميها نيتروجين فيكسيشن. يمنا بتسأل طب ليه البلانت ما يقدرش ياخد النيتروجين من الاير دايركتلي؟ ليه البلانت ما يقدرش ياخد النيتروجين من الاير مباشرة؟ تعال نفكر مع بعض. انا لما باجي اعمل بريذنج انا بسحب الاير عن طريق النوز، لكن انت بتقول لي ان احنا ما بنعمل بريذنج ان، لما بناخد نفس بناخد الاكسجين. هل النوز قالت للنيتروجين ما تدخلش؟ هل قالت للكربون دايوكسيد ما تدخلش؟ لا، كل الاير دخل. اشمعنى الاكسجين هو اللي استعملناه؟ عندنا مادة اللي عندها ability to absorb this oxygen اللي هي الهيموجلوبين، وعشان كده كل الاير دخل من النوز، كل الاير دخل من النوز، لكن الاكسجين بس اللي خده البلد والباقي كله خرج، لانه البلد كان عنده المادة اللي عندها ability to absorb this oxygen. البلانت ما عندهوش المادة to absorb النيتروجين في الليفز بتاعته، وعشان كده مش هيقدر ابدا ياخد النيتروجين as gas. مرة تانية السؤال اللي بيتسأل، يمنى بتقول طب هو ليه البلانت ما ياخدش النيتروجين مباشرة من الاير؟ من الاستوماتا الفتحات اللي فيه دي فيدخل كل الاير، حتى النيتروجين هيدخل، بس البلانت ما عندهوش في الليف السبستانس that able to trap this nitrogen، عشان كده النيتروجين is left. اوكي يا جماعة؟ كمان إيمان بتقول طب ما عشان النيتروجين ستيبل والنوت رياكت. لا، النيتروجين عنده ability يا إيمان to react، بدليل النيتروجين يعمل أمونيا، النيتروجين يعمل نيترايت، النيتروجين يعمل نيتريتس. أوكي ماشي. كده خدنا بالنا أنه البلانت محتاج مينرالز، مينرالز كتيرة، بيسحب صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم وايرد كل حاجة، عشان كده لما بتيجي تاكل البلانت بتلاقي فيه كل المينرال ايونز. طيب البلانت قلنا ان احنا عايزين نعرف بس حاجتين، عايزين نعرف المغنيسيوم والنيتروجين. البلانت بيحتاج النيتروجين عشان يعمل البروتين. البلانت مش قادر ياخد النيتروجين as gas، لازم النيتروجين gas يتحول لنيتروجين compound such as nitrate and then absorbed by the roots. اوكي، تحول نيتروجين جاز تو نيتروجين كومباوند، مش هننسى الاسم، بروسيس هنسميها نيتروجين فيكسيشن. بروسيس هنسميها نيتروجين فيكسيشن. نيتروجين فيكسيشن is the process of converting nitrogen gas to nitrogen compound such as nitrates. اهميتها لما يكون في نيتروجين كومباوند البلانت يقدر يعمل له absorption. اوكي، ده الفكره بتاعه النيتروجين. امال المغنيسيوم، أمال معلش إيمان كانت بتقول أنسر بتاعتي رونج. أي إيمان، هو مش رونج يعني بالظبط، لكن مش لأن النيتروجين ستيبل البلانت مش قادر ياخده، لا، لأنه البلانت ما عندوش سبستانس that has the ability to trap this nitrogen. أوكي نفتكر مرة تانية، هو إزاي يعني إيه اللي بيحول البلانت لنيتريت؟ قصدك يحول نيتروجين جاس لنيتريت؟ أيوه. في عندنا حاجات كتيرة في آخر الشابتر إيكولوجي، هتعرف إن اللايتنينج البرق
بيخلي نيتروجين اوف اير واكسجين اوف اير رياكت توجذر يعملوا نيتروس اوكسايد، يدوب في الميه يبقى نيتروس اسيد او نيتريك اسيد. حاجه كمان هنعرف انه في انواع من البكتيريا اسمها نيتروجين فيكسينج بكتيريا بتقدر تحول النيتروجين جاس تو نيتروجين كومباوند such as نيتريتس. اوكي طيب عايز اوصل لنقطه تانية مهمه وهي المغنيسيوم. البلانت بيحتاج مغنيسيوم عشان يعمل كلوروفيل. تاني البلانت بيحتاج مغنيسيوم عشان يعمل كلوروفيل، يبقى البلانت يحتاج النيتروجين عشان يعمل بروتين، البلانت تحتاج مغنيسيوم عشان يعمل كلوروفيل. لو مفيش enough نيتروجين مفيش enough بروتين، الجروث بتاع البلانت هيبقى ليميتد. لو مفيش enough مغنيسيوم مفيش كلوروفيل والبلانت هيبقى بيلين كولر، البلانت هيبقى بيلين كولر مش هيبقى دارك جرين، مش هيقدر يعمل فوتو سينثيسيس. ده الدرس اللي بنسميه مينرال ريكويرمنتس، مينرال ريكويرمنتس. اوكي لو حد عايز يسأل فيه على اي حاجة يا جماعة، التوبيك قدامنا اهو، لو عندك اي اسئلة قول لي نقدر نعيدها. لو ما فيش اناف نيتريت بضطر احط نيتروجين فيرتلايزرز. اوكي نيتروجين فيرتلايزر ممكن تبقى طبيعي اللي هو اليورين والفيسز بتاعت الانيمال، او ممكن تبقى سينثيتك. اوكي نقدر ناخد 7 دقايق نبتدي كده، بعد 7 أو 8 دقايق هنبتدي هنعمل حل، وان شاء الله النهارده هنخلص كمان البالانس دايت. الكلاس الجاي هيبقى عندنا التيث والدايجستيف، بس الدايجستيف هياخد مننا مش 1 كلاس، لكن تيث والدايجستيف بياخدوا 2 كلاسز. بس انا الان حقيقي من عدم المذاكره يا جماعه ضروري جدا جدا نذاكر الكلاس اللي جاي، وهحط على التايم تيبل ان شاء الله هبعت لك الكلاس اللي جاي يوم الاربعاء، هبعت لك اكزام اهو التايم تيبل بتاعنا اهو يوم الاسبوع اللي جاي كده Wednesday. ايوه انا مريتن اكزام هتحله هترجحولي اصلحه وارجحولك مره ثانيه. اوكي ايمان بتسال احنا هنحل ايه، احنا هنحل النهارده بعض الاسئله في 4 وبعض الاسئله في 6. اوكي Can you send the files of last time at the end of the session? حاضر من عنيا. حاضر يا شادن. عليا الفوتوسينثيز والي. حاضر من عنيا. 7 minutes يا جماعة وهنرجع. أقمري. هو احنا الامتحان ازاي؟ انا مش فاهمة. انا هبعت لك الامتحان. انت هتحليه. هتكتبيه على الكمبيوتر. واوريك يا مريم ازاي تكتبيه. وهتبعته لي على الايميل. وانا هصلحه وارجعه لك تاني على الايميل. اوكي تمام تمام بس طبعا انا عارف ان انت امنا يعني ما حدش هيغش بقى والحاجات دي كلها يعني. اوكي ايمان بتقولي ايه يا ايمان؟ ايمان بتقولي you have 2-4 photosynthesis وما عندكيش 6. حاضر اي حد ناقصه حاجه هجهزها له حالا دلوقتي. اوكي يا جماعه 7 دقايق كده وهنرجع مرة تانية. اوكي ريدي يا معا جاهزين؟ اوكي يمنى مصطفى بتسأل على حاجة حالا يا يمنى يمنى what lessons do we study for coming exam احنا يعني افضل ان احنا نمسك الدروس اللي فاتت كلها خلاص مش هجيب الكلاسيفيكيشن يعني cell diffusion osmosis enzymes لغايه اخر الفوتوسينثيز لغايه اخر اللي خدناه النهارده. ايه رايكم؟ كويس اهو يا جماعه يعني اهو هكتب عليه. هي بتسأل يمنى
ابص يا جماعه كده نعمل ايه؟ هنعمل الجزء بتاع السيل اوكي يا جماعه، وطبعا الديفيوجن والاوسموزيس والاكتيف ترانسبورت والنيوتريشن والانزايم، يعني كل اللي خدناه ما عدا الكلاسيفيكيشن اوكي والفوتوسنتس بس. وهسيب لكم وقت كافي، هسيب يعني ابعته واخده بعدها باسبوع حلو. بس انا واثق طبعا ان انتوا مش هتبصوا طبعا ولا هتنقلوا ولا الكلام ده، يعني انتوا مش صغيرين يعني. دكتور طيب الاكزام هيكون في بيبر 2 ولا 4 ولا 6؟ نعم هجيبه 2 6 بس اوكي، سوري 4 و 6 بس اوكي، لانه 2 ما بتاخدش مننا مجهود، احنا عايزين نتمرن كويس قوي على 4 و 6 في الفتره دي، بعد كده نتنقل لبيبر 2 مش هنعاني مشكله في بيبر 2. بس احنا لسه ما خدناش وقت كافي يعني نعمل براكتس عليه. نعم سوري عمري ما خدناش وقت كافي علشان نعمل براكتس لبيبر 4 و 6. انا براكتس ليه للدروس اللي للدروس اللي فاتت يعني. ايوه احنا هنحل النهارده، هنحل كمان يوم الاربعاء، هنحل كمان يوم الجمعه، وعندك كمان اسبوع بحاله، يعني هنحاول بقدر الامكان. على فكره الامتحانات مش الحاجه الصعبه زي ما انت فاكره، يعني مثلا اهو احنا هنبص على اسئله الفوتوسينثيز دلوقتي وشوفي كده الدنيا قد ايه سهله. اوكي جاهزين يا جماعه نحل؟ جاهزين نحل؟ انا الحقيقه مش عايز امشي ببطء في الشرح علشان لازم تحاول تذاكره، ولازم نذاكر كمان نذاكر بزمه مهمه قوي بزمه دي، ما نذاكرش على الطاير كده، نحاول نذاكر بعمق شويه. اوكي طيب السؤال اللي عندنا ممكن نبص كده على السؤال ده اول سؤال عندكم في اسئله بتاع بيبر 4. مصطفى بتقول قال نحط فيرتلايزر حتى لو ناقص ماجنيزيوم. في انواع من الفيرتلايزرز فيها كل الريكويرمنتس. هديل بتنيه كونفيوزد امتى التست؟ التست هبعت لكم يوم الاربعاء، هاخده بعدها باسبوع الاربعاء اللي بعده، يوم الجمعه ارجعه لكم كده كويس. دكتور مش حضرتك قلت تمام يا جماعه انا الانسرز بتاعه الكلاسيفايد بيبرز هديهولكم هاخده منكم الاربعه اللي بعده، سو يو هاف 1 ويك تمام كده. دكتور هو التست هيبقى على ايه؟ المره الجايه هوريك ازاي تحليه وهتبعتيه. نعم التست هيبقى على ايه يا جماعه؟ الحاجات اللي فاتت ما عدا الكلاسيفيكيشن. تمام بصي اهي الحاجات او هي الدروس اهي. بصي سيل اكتيف ترانسبورت او الجزء ده سيل ديفيوجن اوسموزيس اكتيف ترانسبورت نيوتريشن انزيم وفوتوسينثيز وليف بس. اوكي يا جماعه هنحاول بقى نعمله كويس وقدامكم وقت برضه تذاكروا وتراجعوا. ادي اول سؤال، والسؤال ده نعم السؤال ده عندكم يا جماعه، ده بيبر 4 اللي احنا بعتناه. ليه الانفرتبريت ده، ليه السنيل ده عايش في الوديا؟ هتدي له اكسجين الوديا، الشيء استخبى فيه الوديا كمان ممكن تبقى سورس للفود. مستر يعني ايه بوند ووتر؟ بص كده بقى على السؤال ده. بوند ووتر يعني ميه برك، اللي هي مش ريفر يعني ترعه، حاجة صغيرة بوند يعني بيعيش في بركة في ترعة، مش حاجة كبيرة يعني، ده معناها بوند. نبص كده على السؤال ليتر بي يا جماعة، حاولوا تقروا السؤال ليتر بي كويس قوي، وأنا هستنى مش هقول أنسر لغاية لما تقراه وتستوعبه كويس قوي. إيه الأنسر بتاعت إيه؟ قلنا to be used as source of oxygen، يعني الانيمال ده عاش في وسط الايوديا عشان تديله اكسجين، ممكن to be used as a source of food، ممكن shelter. اوكي
فكروا كده في السؤال بي. هي معم وانا همسك الانسر. عمر السؤال قدامك يعني عندك حتى على انا بعته. دي بقت بيربل يلو ريد يلو يلو ريد. اوكي اتفكري طبعا هيدروجين كربونيت انديكيتور كويس قوي. والراجل هنا كلمني على الهيدروجين كربونيت انديكيتور وقال لي انه بيبقى ريد لما تبقى بي اتش 7 لما هيبقى بيربل لما الكربون دايكسيد يزيد لونه هيبقى يلو. ومديني الكالرز اللي طلعت وحتى هو كان مفروض ما يدينيش الكالرز وانا كان اللي اقول له الكالرز. تعال نشوف بقى السؤال بيسال. قال اكسبلين ذا ريزلتس فور تيوب 1 تو 5. اكسبلين ذا ريزلتس فور تيوب 1 تو 5. تعال نمسك الاول من تيوب 1. من تيوب 1. تيوب 1 1 بيس اوف ايلوديا وان كفرد يعني اكسبوز تو اير. بلانت متعرض للاير. بلانت واكسبوز تو اير هيعمل فوتو سينثيسز. ولما البلانت يعمل فوتو سينثيسز تخيل كده هياخد الكربون داي اوكسيد. لما البلانت هيعمل فوتو سينثيسز هياخد الكربون داي اوكسيد. تعال نشوف كده تيوب 1. تيوب 1 قال لي ان هو جاب التيوب دي التيوب 1 ماشي يا جماعه اهي. وتيوب 1 عمل فيها ايه؟ قال لي ان تيوب 1 دي حاطط فيها ايلوديا بلانت. ادي الايلوديا بلانت ودي كانت انكفرد وحاطط فيها الهيدروجين كربونيت انديكيتور. ادي الهيدروجين كربونيت انديكيتور. وبدام دي انكفرد يبقى لما تتعرض لللايت وتعمل فوتو سينثيسيس يبقى البلانت هيعمل ايه؟ البلانت هيبتدي ياخد الكربون دايوكسيد. لما البلانت ياخد الكربون دايوكسيد يعني هنا هيبقى فيه لو كربون دايوكسيد. تاني تيوب 1 حاطط ايلوديا بلانت وحاطط الهيدروجين كربونيت انديكيتور ومعرضها لللايت. اللون بتاعها قال لي ان هو هيتحول اللون ويبقى بيربل. اهو بصوا كده اللون طلع ايه. اللون طلع ايه تيوب 1 اهي. بصوا كده يا جماعه قايل ان تيوب 1 الكالر بتاعها بيربل. طب ليه بيربل؟ لان البلانت سحب الكربون دايوكسيد عشان يعمل فوتو سينثيسيس. وانت مفروض حافظ حتى لو هو ما قالكش هو قايل لك ان لما الكربون دايوكسيد بيربل وان كربون دايوكسيد ليفل لو. طب احنا هنا لما حاطط الايلوديا جوه التيوب الايلوديا عملت فوتو سينثيسيس سحبت الكربون دايوكسيد بقى في لو كربون دايوكسيد عشان كده اللون بقى بيربل. طب اكتب الانسر بقى ازاي يا جماعه؟ اكتب الانسر اللي هي هنا هكتب فيها ايه؟ تيوب 1 اقول له ايه؟ حد يقدر يبعت لي انسر؟ اتفضلي. ممكن انا اقول طيب عشان مش هعرف اكتب بسرعه؟ اتفضلي. طبعا طبعا. تيوب 1 هتبقى علشان البلانت ريسباير it takes carbon dioxide and give O2. مش ريسباير. البلانت بيعمل ايه؟ فوتو فوتوسينثيسيس بروسيس. بالظبط. فوتوسينثيسيس فوتو Photosynthesis takes place that the plant absorbs carbon dioxide. Level of carbon dioxide and becomes low. Yes, and gives O2, so the color change. تمام. عايز أوصل بس لكومنت بسيط قوي إن الأكسجين ملوش علاقة بالموضوع خالص. هو فعلا في أكسجين هيطلع لك الأكسجين ملوش تأثير على الهيدروجين كربونيت إنديكيتور فمفروض إن أنا ما أجيبش سيرته. يبقى كده الأنسر بتاع تيوب 1 يا جماعة هنكتب فيها إيه؟ هنكتب هو قايل ان الكالر بيربل. فهنا هقول له the plant او the ايلوديا plant absorbs carbon dioxide during هو انا كده جاوبت صح؟ جاوبت صح بس بدل فوتو قلت respiration. اوكي ومش ضروري اجيب سيره الاكسجين. تاني البلانت absorbs carbon dioxide during photosynthesis therefore level of carbon dioxide in the tube decreases. ده التيوب 1. حد يا جماعه متلخبط في الانسر؟ طيب يا ريت لو جنبك ورقه وقلم وتكتب انسر. انا هبعت لكم كمان كل الانسرز على اول الكلاس الجاي هتلاقيها على طول. طيب
التيوب 2. ارجع بقى على تيوب 2 كده يا جماعة. تيوب 2 بص قايل فيها ايه. التيوب 2 حطت فيها 1 بوند سنيل وانكفرد. 1 بوند سنيل وانكفرد. قال لي اللون ايه؟ قال لي اللون يلو. وما قالش كان المفروض انا اكون عارفها. 1 بوند سنيل وانكفرد. ليه تبقى يلو؟ بوند سنيل اللي انا حطه هنا مثلا اهو لو شلت البلانت ده وحطيت ال 1 بوند سنيل. البوند سنيل هيعمل ريسبيريشن. ادي بوند سنيل اهو. البوند سنيل والريسباير. ولما البوند سنيل ريسباير هيطلع كربون دايوكسيد. يبقى كده جوه التيوب دي في هاي كربون دايوكسيد. وهو قايل لي ان لما الكربون دايوكسيد يزيد الكالر يبقى يلو. اوكي سوري انا اسف يا شادن انا ما اخدتش بالي من الرساله اللي انت بعتيها. طب شادن قول لنا بقى على تيوب 3. حد يا جماعه متلخبط في تيوب 2؟ ممكن تعيد الانسر بتاع تيوب 2؟ تيوب 2 بصي تيوب 2 قايل ان هو جوه التيوب دي حاطط بوند سنيل. بوند سنيل انيمال سو ريسباير. ولما ريسباير ياخد اكسجين ويطلع كربون دايوكسيد. كده التيوب دي بقت مليانه كربون دايوكسيد. وهو قايل لي ان لما الكربون دايوكسيد يزيد الكالر يبقى يلو. عشان كده في الانسر بتاعتي اقول له كده. في الانسر بتاعتي اقول له ذا بوند سنيل ريسبايرز برودوسينج كربون دايوكسيد. ذا بوند سنيل ريسبايرز برودوسينج كربون دايوكسيد. ذيرفور ليفل اوف كربون دايوكسيد ان ذا تيوب increases. اوكي بالظبط ايمان بعتت الانسر كمان بتاعه تيوب 3. تعالوا نشوف كده تيوب 3 وايمان بعتت الانسر صح. تيوب 3 قال لي 1 بيس اوف ايلوديا اند 1 بوند سنيل. 1 بيس اوف ايلوديا اند 1 بوند سنيل. اللون هيفضل ريد زي ما هو. طب ليه؟ الإيلوديا هتاخد كربون دايوكسيد عشان تعمل فوتوسينثيسيس. والبوند سنيل هيطلع كربون دايوكسيد during its respiration. بقى الكربون دايوكسيد اللي داخل قد الكربون دايوكسيد اللي خارج. وعشان كده فضل اللون red. الانسر بتاعتي اقول له because the carbon dioxide produced during respiration of the snail is equal the carbon dioxide absorbed by Elodia during photosynthesis. يعني عادي اقول نيوترال؟ نعم؟ لا مش هنقول تقول بقى فالميديم بقى نيوترال؟ بس أيوه. هنا كان بيتكلم على level of carbon dioxide بس يا أوسا. نمبر 4 شادن كانت عايزة تجاوب نمبر 4. طب بعتوا لي يا جماعة أي answer ل 4. One piece of Elodia and several pond snails. وقال لي ان اللون هيبقى يلو. وصلتني كذا انسر. لكن هنا كانت عايزه نعيد تيوب 1. حاضر يا حاضر. طب عشان هنا هعيد تيوب 1. تيوب 1 حاطه ايلوديا. الايلوديا ده هيعمل فوتوسينثيسيس. ولما يعمل فوتوسينثيسيس هياخد كربون دايوكسيد. تيوب 1 بقى فيها ليس كربون دايوكسيد. هو قايل لي ان لما يكون في ليس كربون دايوكسيد ان اللون يبقى اهو. بصي اللون يبقى ايه؟ اهو بصي اللون يبقى ما يكون في كربون دايوكسيد قليل. اوكي هنا شادن بتقول there will be high carbon dioxide concentration لانه الريسبيريشن اعلى من الفوتوسينثيسيس. وجان كتب انسر صح. فيري جود. وعمر كمان كتب انسر صح. كويس قوي. تبقى التيوب نمبر 4 انتوا قلتوا كلام مظبوط. تيوب نمبر 4 several bond snails produce more carbon dioxide than that is absorbed by Elodia. تمام. في السؤال نمبر في 5 طبعا بلاك بيبر. طبعا جان ممكن تجاوب طبعا. دكتور هو لما نحط بلاك بيبر هيبقى السانلايت هيبقى ليميتنج فاكتور. فالاوليديا أيوه. مش هتعمل فوتوسينثيسيس بس هتعمل ريسبيريشن. كويس. فيبقى في كربون دايوكسيد برديوس. فيري جود. تماما. زي ما قال جين وزي ما قال علي انه ده بلاك بيبر
paper فيبقى فيه only respiration ما فيش photosynthesis only respiration so carbon dioxide is produced carbon dioxide is produced okay more carbon dioxide so the color becomes yellow. يا ترى السؤال صعب يا جماعة؟ طب نجرب كده السؤال اللي بعده. Suggest why tube 6 was used. ليه حطينا tube 6؟ For control experiment. ليه حطينا control experiment. Control experiment. بالظبط. Control experiment. ويمنى قالت to be used as a control. بس أنا عايز أشوف كده. To be used as a control هيديني 1. عايز 2. بس كده السؤال عليه 2 marks. انت لو قلت to be used as a control experiment this is one. طب فين التانية؟ لو كتبت معايا كده to ensure that the change in concentration of carbon dioxide is the cause of a change in color of hydrogen carbonate indicator. تاني to ensure that the change in concentration of carbon dioxide is the cause of the change in the color of the indicator. طب يعني ايه الكلام ده؟ انا ممكن واحد يقول لي ايه؟ لا ده الانديكيتور بيغير لون لوحده شويه يبقى يلو شويه يبقى بيربل. لكن لما انا عملت دي حطيت الانديكيتور لوحده وشفت الانديكيتور لوحده ما بيتغيرش فهمت ان التغير سببه الكربون داي اوكسيد. So the answer لو عليها 1 هكتب to be used as a control experiment لو عليها 2 ما ينفعش to be used as a control experiment only. اوكي يا جماعه ادي سؤال. طب نجرب سؤال كمان ده على المينرال ريكويرمنتس. وانتوا فاكرين ان النيتروجين used for formation of protein والمغنيسيوم used for formation of chlorophyll. نرى كده السؤال ده مع بعض وده تاني سؤال وصل عندكم. بتقول ان هي مش قادرة تفهم الاسئلة دي. مي السؤال اللي فات ولا السؤال اللي احنا هنحله دلوقتي يا مي؟ The last one. طب بص يا مي اطلب منك حاجة حاولي تقريه مرة تانية وحتقري الانترودكشن بتاعته وتكوني مذاكرة الهيدروجين كربونيت انديكيتور اللي هو بتاع الدرس اللي فات والكلاس اللي جاي انا ابتدي. لو في عندك مشكلة ممكن اقعد بعد الكلاس كده كمان معاكي واحلهولك لو الناس التانية فاهمة. اوكي اوكي يا مي حاولي تبصي فيه مرة تانية وقريه بعناية قوي. هو كل الحكاية بيقولك ان لما الكربون دايكسيد يزيد اللون بيبقى يلو لما الكربون دايكسيد يقل اللون بيبقى بيربل. كربون دايكسيد بيزيد من الريسبيريشن والكربون دايكسيد بيقل من الفوتوسينثيسيس. اوكي طيب نبص على السؤال ده يا جماعه. ايجين حاضر ابعت لك الاسئله عينيا يا ايجين حاضر. هيا مع السؤال. مستر هو بقيت السؤال مش باين. اهو بقيته انا تاني. السؤال اهو بصوا انا انت شفتي الحقيقة الاولانية مش كده؟ الجزء الاول شفته بس انا مش عارفة الجزء التاني. تمام الصورة اهي. الجزء التاني الصورة اهي. بيقولك ادي الصورة بتاعت البلانتس اهي. اوكي؟ ده الصورة بتاعت البلانتس. وعايز 3 conditions other than water and the concentration of minerals that would need to be kept the same for all the plants in order to make the investigation a fair test. هي الإجابة يبقى ليها علاقة بالليمتنج فاكتور. بصي أنا دايما لما بعمل experiment اللي أنا بعملها ببقى الحاجة اللي بتتغير بس هي الفاكتور under investigation. أما الباقي كله هو
اللي يبقى ثابت. يعني مثلا هنا بيدرس تاثير المينرال، يبقى اللي فرق هيبقى في المينرالز، لكن كل الكونديشنز الثانيه تبقى ذا سيم. فمثلا جاني انسرز، علي قال كونسنتريشن اوف كربون دايوكسيد رايت، لايت انتنسيتي رايت، اوكي تمام. التمبريتشر ها يبقى تمبريتشر ولايت انتنسيتي وكونسنتريشن اوف كربون دايوكسيد، يس فيري جود. اوكي دول الثلاثه كونديشنز. طب السؤال بقى قال لي ايه؟ ديسكرايب اند اكسبلين ذا افكت اون ذا بلانت جروث. جان معلش، جان كتب اماونت اوف ووتر. بص يا جان لو قريت معاك السؤال، قال لك other than water and the concentration of minerals، يعني لا تجيب سيره الووتر ولا concentration of mineral ions. اوكي السؤال بقى قال لي describe and explain. وفاكرين الفرق بين describe و explain؟ describe اوصف اللي انا شايفه، explain اقول reason ليه ده حصل. تاني describe اوصف اللي انا شايفه بس، explain اقول reason ليه ده حصل. describe and explain. describe and explain the growth deficiency of nitrate ion on plant B. on plant B تعال نشوف كده plant B اهو. البلانتس اهو كان عندي اول واحد ده A وB وC. قال لي عايز الكونسنتريشن بتاع ده، فجتني جاني من محمد وليد قال ان هو يلو. طيب انا عايز انسر اكتر من كده غير يلو. باين عندي انه بيلين كولر، باين ان اللور ليفز يلو ديد. كمان بص على الروت، الروت ايه؟ الروت سمولر روتس. اوكي جان قال كمان ستاند جروث. طيب ده كل ده اللي احنا اتكلمنا عليه ده واللي انتوا جاوبتوه صح، ده نقول عليه ديسكرايب. طب اكسبلين، اكسبلين ليه بي؟ تعال نشوف كده بي هو كان ناقصه ايه؟ بي كان ناقصه ايه يا جماعه؟ بي كان ناقصه كل المينرالز ما عدا النيتريت. هقول له لانه ما فيش enough nitrate which are needed for formation of protein. طيب بلانت سي ما ادناهوش ماجنيزيوم، طب قال لي ديسكرايب بقى بلانت سي. تعال نشوف كده ديسكرايب البلانت سي. هلاقي اللور ليفز بيل جرين ويلو، ولكن الروت بتاعه عادي خالص. فده الديسكريبشن، قلت له ان اللور ليفز ار بيل جرين، ما قلتش حاجه من دماغي انا اللي بشوفه هنا، اند لوست ليف كانت يلو. بعد كده بيقول لي ليه؟ هقول له عشان مفيش اناف ماجنيزيوم، ولانه مفيش اناف ماجنيزيوم مش قادر يعمل اناف كلوروفيل. ده الانسر بتاعه السؤال. لو حد متلخبط فيه يا جماعه قولوا لي. تمام كده يا جماعه؟ حد لسه عايز حاجه؟ what the explanation؟ حاضر هنا الاكسبلانيشن انه there is no enough magnesium and the magnesium is needed for formation of chlorophyll. ده الاكسبلانيشن يا هنا. اوكي انا فهمتيها. طب دلوقتي ايوه تمام فهمت. حد عنده مشكله يا جماعه لسه؟ هنا سمعتيني؟ ايوه تمام تمام. طيب وحدكم بصوا لي كده على ليتر سي بقى، باقي السؤال ليتر سي. عايز two reasons انه النيتروجين قل بعد ما حط فيرتيلايزر. ليه بالرغم ان انا حطيت نيتروجين فيرتيلايزر ابتدى يقل؟ لانه
لان النبتة علشان ايوه لان الكروبت يعني بعد ان الكروب استعملت بعض النيتريت ايون. كويس يبقى an amount is absorbed by the plant. Very good. An amount is absorbed by the plant. ايه تاني؟ يمكن كان في مطر فشل كويس. النيتريت ايون. ممكن بعض النيتريت وش ذا واي مع بعض النيتريت وش ذا واي with water of irrigation بعضها wash the way by water of irrigation او بالرين ووتر زي ما قال اوس. يبقى نفتكر مره ثانيه عايز reasons ليه النيتريت ايون كانت بتقل. عندي اول reason ليه النيتريت ايونز ليه كانت بتقل. اول reason هقول له an amount is absorbed by the plants. الحاجه الثانيه an amount is washed away with irrigation water or rain water. طيب السؤال item 2 ده لسه ما اخدناهوش. ده ليه علاقة بدرس اخير اللي هو الايكولوجي. ماشي جاني كابزة حاجة جان جاوب صح. يمنى مصطفى قالت بكتيريا ان صويت. الحقيقة البكتيريا نيتريت ده احنا هنعرف بعد كده ان البكتيريا بتطلع نيتريت. اوكي لكن ما ينفعش يا جماعه. طب ممكن اطلب بس منكم حاجه. ممكن نعمل الهوم ورك ده ان انتوا هتحلوا كل الاسئله بتاعه 2 و4 و6 بتاعه الفوتوسينثيسيس وده هيدينا فرصه لما نيجي نحل اسرع. تاني هنحل اسئله الفوتوسينثيسيس بتاعه بيبر 2 و4 و6 وده هيدينا فرصه لما نيجي نحل المره الجايه نقدر نحل اسرع لان انت هتكون قريت السؤال حاولت فيه فالانسر بتاعتنا هتبقى اسرع. نقدر مع اول الكلاس اللي جاي اللي هو وينزداي تكون انت حالل. هيكفيكوا لغايه وينزداي تو انسر اول ذيس كويستشنز بحيث ان احنا نحلها ولا تحبوا تخلوا الحل فرايداي يعني يوم الـ Wednesday هيكون بس حل؟ يعني مثلا Wednesday ممكن فكروا انتوا لو حابين نحل Wednesday او نحل Friday اللي يعجبكم. حل Wednesday يبقى احسن عشان تكون بسيط على كل الاسئله. السؤال انت already قريته Wednesday ها في ناس Wednesday احسن. بس في ناس قالت لي انه عندهم امتحان Thursday فمش هيلحقوا يذاكروا. طب Friday اوكي يا جماعة هتكونوا حليتوا كله. طب مستر ما احنا كده عندنا حصة يوم الفرايداي. انا عارف بس اقصد تكون انتم مجهزين الحل وهنحله يعني هو دلوقتي بس عشان الوقت انا كان نفسي اخد البالانس الدايت بس عشان الوقت لو مش هيضايقكوا انا النهاردة ما عنديش سنتر لأنه هبتدي من الأسبوع الجاي للجداد. طيب أوكي يا جماعة خلاص هنحل فرايداي. هنحل فرايداي أوكي دكتور. يعني من يوم الفرايداي الجاي هيكون بس بنحل يعني فرايداي. لا هناخد شرح حوالي ساعة إلا ربع لكن باقي الكلاس هناخده حل. أوكي يبقى كده اهو يا جماعه على التايم تيبل هاجي كده فرايداي فرايداي اهو كده هيبقى انسر ايه فوتو قول نعم هيبقى في شرح الساعه الاولانيه الساعه الثانيه كلها هنحل فيها. اوكي الجزء الاولاني هنا فور. طيب الدكتور انا ماني كنت غايبه المره اللي فاتت وحضرتك حليت معاهم المره اللي فاتت على الانزيمز ولا لسه ما حليناش اياها؟ حلينا الجمعه اللي فاتت ولا حلينا؟ اعتقد حلينا على الانزيم. لا الجمعه اللي فاتت انا كنت موجوده انا. يبقى يمكن وينزداي. عموما الانزيم برضو هحله مره ثانيه وهحل كل الاسئله. يعني انا هبطئ شويه في الشرح بس هتساعدوني بعد كده ان احنا نجري في الشرح شويه. يعني هبطئ شويه في الشرح وهنبتدي نركز قوي في الحل لان في بعضكم قلقان من الحل فهركز شويه في الحل. فاحنا عشان نكون مركزين قوي
احنا يوم الجمعة هتحلوا كل أسئلة كل الأسئلة يوم الجمعة هنكون حلين أسئلة الفوتوسينثيز كلها. ماشي يا جماعة؟ ده بإذن الله يوم الجمعة. تقدروا تاخدوا دلوقتي بالانس دايت، تاخد كده حوالي 15 minutes، ايه رأيكم؟ اوكي تمام تمام اوكي. هاخد بالانس دايت، هو درس سهل قوي قوي وساذج جدا جدا جدا، يعني مش هياخد مننا تعب كتير. بس هو النوت بتاعته مش عندكم يعني. طيب والنوت بتاعكم للاسف مش عندكم، بس هو كده مش هتعرفوا تذاكروه. طيب معلش. سوري. نعم ممكن تعمل لنا فايل ترانسفير لكل الانسر؟ طبعا للكلاسفايد بتاع الفوتوسينثس. حاضر من عينيا، هعمل لكم حالا فايل ترانسفير ل من عينيا دقايق، هعمل لكم فايل ترانسفير. اي حد يا جماعه كان ناقصه اي حاجه نقدر نعملها فايل ترانسفير دلوقتي. طيب وباقي الكلاسيفايد اللي قبل الفوتوسنتس اي حاجه يا جماعه عايزينها قولوا لي، اي حاجه عايزينها قولوا لي. هو حضرتك اديت لهم فايلات جديده المره اللي فاتت يا دكتور؟ لا المره اللي فاتت ما كانش، المره فاتت لا ما كانش فيه الحقيقه، لا المره فاتت ما كانش فيه. طيب تمام اوكي، قولي بقى عايزين فايل ترانسفير لايه وانا هعمله حالا. كل الانسرز للكلاسيفايد بيبرز. ايه عايزين؟ عايزين الانسرز. بصوا هو الانسرز يعني انا الفايل اللي عندي فيه الانسرز على بعضها، صعب قوي ان انت تطلع منها، فانا هفصلها لكم بحيث بتاع الفوتوسينثيز لوحده وبتاع الريسبيريشن لوحده. يعني مثلا اوريكي كده الانسرز عامله ازاي، اوريكم كده. لا يا حبيبي هتعمل لنا فايل ترانسفير للبيبر 4 وبيبر 6 بتاع الفوتوسينثيز؟ هعمل فايل ترانسفير للبيبر 4 وبيبر 6 بتوع الفوتوسينثيز، هعملهم حالا. بس الانسرز ان شاء الله الاسبوع ده هفصصها من بعضها زي تشابتر تشابتر وابعتها لكم. طب فايل ترانسفير للاسئله بيبر 4 بتاعت حالا الفوتوسينثيسيس. بيبر 4 اهو يعني دلوقتي حضرتك كلاسيفايد فوتوسينثيز اهو. ده مفتوح معلش حالا ثواني. نعم لا انا مش هقدر ابعت انسرز دلوقتي اوكي، مش هقدر ابعت انسرز دلوقتي، لكن الكلاس الجاي هبعت لكم الانسرز بتاعه تشابتر تشابتر. انا اقدر اديك الكلاس الانسر كلها، لكن هيبقى صعب ان انت تطلعي ده بتاع الفوتوسينثيز، ده بتاع الريسبيريشن، ده بتاع كذا، ده بتاع كذا. اوكي فانا حالا بس هقفل الفايل بتاع الاسئله. كده وصل عندكم بيبر 4 بتاع الفوتوسينثيسيس، وهبعت لكم كمان بتاع بيبر بتاع الفوتوسينثيسيس. وكمان كان في بيبر 2 بتاع الفوتوسينثيسيس.
كده عندكم التلاتة يا جماعة paper 4 و paper 6 و paper 2. طب النوتس بتاعت البالانس دايت، النوتس بتاعت البالانس دايت، هو الكلاس الجاي هنزل لكم النوتس بتاعت البالانس دايت مع التيس علشان احنا مش هنلحق نشرحها النهارده عشان هي النوت مش موجوده معاكم. فالكلاس الجاي هعمل البالانس دايت مع الجزء بتاع التيس وجزء من وهبعت لكم كمان بتاعه الدايجستيف اللي احنا هنبتدي فيها جزء ان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله. ربنا يوفقكم يا جماعه. انا استاذنكم عشان اوكي يا جماعه ما تنسوش الله يخليكم مذاكره بدقه، ما تنسوش كمان الحل لو سمحت، ويوم الاربعاء ان شاء الله او بالاكثر فرايداي هبعت لكم كل الانسرز ان شاء الله. اوكي جود باي.